حياك الله. عندك هنا فطاير وعندك دونات، طبعا شغل محلي من منتجات أسر وادي ريم. عندك هنا زعتر وجبن مالح، وعندك هنا مشكل جبن مالح وكرافت، وعندك هنا دونات، وعندك هنا مالح أيضا. طبعا أنت من نفس وادي ريم؟ نعم. المنتجات تكون متاحة هنا في المعرض لمدة 43؟ نعم. ما عندك متوصل لخارج؟ لا ما عندك، إن شاء الله بإذن الله مع الوقت إن شاء الله. حياك الله.